حياكم الله إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. انخفضت إيرادات العراق النفطية بنسبة تجاوزت 9% في شهر أيلول الماضي وفقا لبيانات وزارة النفط، فإن صادرات البلاد باستثناء التدفقات من كردستان العراق انخفضت بنسبة 3.4%، وانخفض مجموع الإيرادات النفطية لشهر أيلول بنسبة 9.6%، وانخفض مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 10.43%، فيما ارتفعت الإيرادات النفطية من صادرات خام كركوك عبر ميناء جيهان التركي بنسبة 42% على أساس شهري. بلغت مبيعات البنك المركزي في العراق من الدولار خلال شهر أيلول الماضي ما يقارب 5 مليارات دولار أمريكي، وأضاف أن مبيعات البنك تجاوزت 230 مليون دولار يوميا خلال شهر أيلول. كما توقف البنك عن إجراء المزاد خلال أيام العطل الرسمية والتي بلغت 10 أيام، أوضح أن معظم هذه المبيعات كانت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج إضافة إلى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار. وقعت المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية في العاصمة الرباط اتفاقيتين حول مقاييس الجودة والمنتجات الغذائية الحلال، وتهدف الاتفاقيتان إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين دون تقديم أرقام مستهدفة. وقال وزير التجارة السعودي ماجد عبد الله القصبي إن حجم الاستثمارات السعودية في المغرب والتبادل التجاري لا يرقيان إلى طموحات البلدين، مضيفا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5 مليارات دولار. من جهته قال وزير التجارة المغربي رياض مزور أن بلاده تطمح إلى تعزيز العلاقات التجارية والصناعية مع المملكة العربية السعودية والارتقاء بالإمكانات التي يزخر بها البلدان. أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاويشوغلو عن توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية، أي النفط والغاز الطبيعي. وكشف الوزير التركي أن أنقرة ستوقع مع ليبيا مذكرة تفاهم في مجال الغاز، مشيرا إلى أنه لا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين البلدين وهما بلدان ذوي سيادة. وشدد أوغلو على استعداد تركيا لتقديم كل أنواع الدعم للشعب الليبي من أجل إرساء سلام دائم في أسرع وقت ممكن. ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة بفعل توقعات بأن أوبيك بلس قد توافق على خفض كبير في إنتاج الخام عندما تجتمع يوم الأربعاء، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي حدت من المكاسب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا إلى 89 دولارا و29 سنتا للبرميل بعد أن ارتفعت أكثر من 4% في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 22 سنتا إلى 83 دولارا و85 سنتا للبرميل الواحد، وارتفع المؤشر الرئيسي بأكثر من 5% في الجلسة السابقة مسجلا أكبر مكسب يوميا له منذ شهر أيار الماضي. والآن أترككم مشاهدينا الكرام مع أسعار العملات.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.